الخبر الاول اللي عدنا عن واخيرا عودة رغدة ورضا البعض. طبعا ما يعرف اساسا شو القصة اللي صايرة، فرضا ورغدة كانوا من افضل الثنائيات باليوتيوب اللي يصورون ويا بعض، والارقام اللي كانوا يحققوها الصراحة كانت ارقام مرعبة، ولكن للاسف فجأة انقطعوا عن التصوير وما عاد يصورون ويا بعض وقطعت العلاقة بيناتهم، ومن الواضح انه صارت بيناتهم مشكلة. ولكن يا حبايب واخيرا حاليا رجعوا الفولو لحساباتهم بالانستغرام، يعني اكيد رجعوا اصدقاء، ولكن هل يا ترى حيرجعون يصورون ويا بعض او مجرد حيكونوا اصدقاء مو اكثر؟ على كل تنسوا تباركوا لهم بالكومنتات على العودة واكتبوا لنا هل تتوقعون حيرجعون يصورون او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن انقطاعات اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي هو باريش داد، فباريش نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي قال بي انه هو قاطع اليوتيوب بسبب المشاكل، ولكن اول ما تنحل هذه المشاكل راح يرجع لليوتيوب. على كل ما احط لكم هذا الستوري شوفوا يا جماعه كيفكم، يا جماعه ايش تاثيركم كثير جد هذا الايام غايب لانه في عندي مشاكل كثير، فما عم بقدر انشر شيء على اليوتيوب، على حتى التيك توك ما عم بنشر شيء كثير، فان شاء الله عن قريب بس احل المشاكل رح ارجع، رح نرجع كمان بقوه. بحبكم كثير باريش. اما اليوتيوبر الثاني فهو ريدر، فريدر نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي كان يقول بيه انه هو حاليا مريض ولكن المرض مالته كلش قوي وصار له 5 ايام على هذه الحاله، فاتوقع يا حبايب انه من الواضح انه المقطع اللي نزله امبارح كان مصور من القديم ونزل اليوم. المهم يا حبايب قال بهذا الستوري انه هو يجهز حاليا اغنيه المليون وبس يخلص لها اعلن لنا انه حيحضر مفاجات جدا خرافيه. على كل راح احط لكم هذه الستوريات شوفوها. هلا وشلونكم، ادري صار لي قاطع عليكم 5 ايام بالستوريات، بس صار لي 5 ايام مريض وكلش كلش مريض، الحمد لله هسه شوي احسن. يعني شرد اقول لكم صار لي تقريبا سنه كامله ما مرضت هيك مرضى، كلش غريب تغيير الاجواء والشغلات اللي تصير هنا يمنا باسطنبول، بس الحمد لله حاليا احسن. شكرا على سؤالكم، هو عالم سالت علي وكتبت شغلات حلوه، والله شكرا شكرا لكم كلكم وعلى دعائكم، شكرا لكم يعني من قلبي. وبالستوريات الجايه راح احمسكم على شغلات راح تنزل، وورا أغنية المليون عندي ألبوم كامل إن شاء الله مال أغاني راح ينزل، وبس شكرا دير بالك مع نفسكم. الخبر الثالث اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر واللي هو نور ستار، فنور نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري واللي كانت من داخل استديو مال تسجيل أغاني، وكانت كاتبة بالإنجليزي بالستوري إنه هستوني خلصت بعد 8 ساعات شغل داخل هذا الاستديو، وبنفس الوقت حطت لنا فضيحة إلها خلف الكواليس، ولكن المهم إنه من الواضح حاليا هي جاي تجهز لنا أغنية جديدة، فراح أحط لكم هذا الستوري شوفوا. جايز لما بسجل وبخربط اسمعوا شو بعمل. خلاص ضحكة فضيحة. عم سجل هون بشاد استوديو مع خالد. اما اليوتيوبر الثاني فهو ريدر اللي اعلن لنا عن 4 اغاني رهيبه، فريدر نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات كان يستعرض لنا جزء بسيط من اغاني القادمه بالمستقبل، والصراحه الاغاني كانت جدا رهيبه، راح احط لكم اياها وحدكم واستمتعوا بالاغاني. I'm alone with this bitch, oh. Fight alone with this bitch, oh. They waiting for me to slip, oh. Come keep the raise in this bitch, oh. ولما تكون ألوانك تختلف عن الكون، ولما تكون ألحانك تختلف يعني شلون، ولما تكون ببالك تذكر كل شيء هون، ولما تكون بحالك لا تنتهي جون. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات منو متحمسين لاغاني اكثر، نور ستار او ريدر. الخبر الرابع اللي عدنا عن مو فلوجز، فبعد ما وصلت قناته الاجنبيه ل 10 مليون مشترك، طبعا بالبدايه الف مبروك على هذا الرقم، ولكن هواي من المتابعين لاحظوا انه نارين بيوتي ما باركت له على هذا الرقم، عكس باقي الاصدقاء مثل انس مروه اللي بارك له، فهواي من الاشخاص صاروا يقولوا انه ممكن تكون هذه العلاقه بالاشاعه اللي طلعت انه اكو مشكله بيناتهم، وبالنسبه للاشخاص اللي حيقولوا انهم ما راح يفتحون بث بعد يومين، ولكن هذا مو دليل انهم رجعوا اصدقاء، فكنا نعرف انه هذا البث هو عباره عن اعلان الهوا بمو اكثر، فممكن هي الشركه طلبت انه اثنيناتهم يكونون بالبث على مود يكون الاعلان قوي يعني. على كل اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم الخبر، وليش تتوقعوا نارين بيوتي مباركت الموفلوجز على 10 ملايين مشترك. الخبر الخامس اللي عدنا عن نارين بيوتي وطلبها للزواج، نارين نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كاتبه بيه ماما تزوجيني، من الواضح ان نارين بيوتي جاي تضحك مو اكثر، وانما مجرد تعبانه من الطبخ اللي تسويه وبس. والله يا حبايب لنا وصلنا نهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه، ادري شوي المقطع متاخر اليوم ولكن مشونا اياها، بس كانوا فزي من قناه مملكه القصص، مع السلامه.